وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وما تمن تستكثر ولربك فاصبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا Thank you.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكر للبشر
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة قالوا لم
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما تلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
Oh, no!
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
الرد على النبي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم.